تبذل الدوله جهودا كبيره لزياده المخزون من المحاصيل الاستراتيجيه من خلال توظيف التكنولوجيا لزياده الانتاج الزراعي مع الحد من اهدار المحاصيل مثل القمح عن طريق الحفاظ على منظومه الصوامع ومواصله بناء صوامع جديده وتقوم الحكومه بصرف حوافز اضافيه للمزارعين لتحفيزهم على زراعه القمح فضلا عن استكمال البرنامج الوطني لانتاج تقاوي محاصيل الخضر محليا بدلا من الاستيراد زيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية هدف تعمل عليه الحكومة الجديدة ويمثل ملفا أساسيا على أجندة أعمالها لما له من أهمية في حماية الأمن القومي الداخلي وتمثل المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والفول والفاصوليا وغيرها ركيزة أساسية للأمن الغذائي لذلك وضعت الحكومة ضمن برنامجها هذا الهدف على صدارة الأولى كذلك يمثل الحد من إهدار القمح عن طريق الحفاظ على منظومة الصوامع ومواصلة بناء صوامع جديدة لاستيعاب الزيادة في المساحة المزروعة بالقمح هدفا أساسيا كما تعمل الحكومة على تنفيذ سياسات حديثة لري الأراضي الزراعية وتنفيذ سياسة صرف الأراضي الزراعية وتعميم شبكاتها لكل الأراضي الزراعية بما يحافظ على خصوبة التربة ويعزقها يعزز الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية. فيما يخص الفلاحين والمزارعين، تولي الحكومة أهمية كبيرة لصرف حوافز إضافية للمزارعين لتحفيزهم على زراعة القمح بما يكفل زيادة معدلات توريد القمح بكميات كبيرة، كذلك تتوسع الحكومة في استكمال البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر لزيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد، فضلاً عن العمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة المقدمة من شركاء مصر في التنمية لتنفيذ مشروعات صوامع تخزين الحبوب وتوفير السلع الاستراتيجية كالقمح، وفي هذا الإطار أولت الحكومة اهتمامًا بالغًا بتحسين مناخ الاستثمار الزراعي، ودعم المستثمرين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، ورفع الأصول غير المستغلة أو المستغلة. ملف آخر لإنجاز هذه الأهداف في مجال المحاصيل الزراعية هو البحث العلمي التطبيقي الذي يعد ركيزة أساسية لتعظيم الاستفاده من الارض والمياه وزياده الانتاجيه حيث تم وضع قواعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والتعاونيات لتقديم الخدمات الإرشادية، كما تم تعزيز الإرشاد الزراعي ودعم الرائدات الريفيات، فضلاً عن تحسين منظومة الموارد البشرية، من خلال تطوير التعليم الفني الزراعي والتعليم الجامعي والتأهيل والتدريب لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والعضوية.